افتتح مدرسة تغلق سجنا، بالمقابل أغلق مدرسة تفتح سجنا وإلى جانبه مقبرة. بعد مرور عامين وأكثر على الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع، تأثر التعليم في اليمن تأثرا مباشرا. ورغم حالته المتدهورة إلا أن الانقلاب زاد الطين بلة. يقدر عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في الدراسة خلال العامين المنصرمين بمليوني طالب، أي قرابة ثلث عدد الطلاب. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد المدارس المغلقة بسبب تضررها كليا أو جزئيا أو بسبب استضافتها للنازحين إلى أكثر من 1100 مدرسة. تواجه العملية التعليمية تحديات جسيمة تتركز في نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للمنشآت التعليمية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيا وطباعة الكتاب المدرسي. وتفتقر العملية التربوية أيضا إلى توسيع الأنشطة الاجتماعية والدعم النفسي والصحي للطلاب والمعلمين على حد سواء، وذلك للتخفيف من آثار الصراع وخصوصا في مناطق تركز النازحين. تحديات أكبر من ذلك تواجه العملية التعليمية في اليمن. مؤخرا وتزامنا مع اختبارات الثانوية العامة والمرحلة الأساسية، انتشرت ظاهرة الغش بشكل كبير، حيث بلغ الأمر أن يقوم بعض التلاميذ بالتقاط صورة سيلفي لأنفسهم أثناء قيامهم بعملية الغش. الجامعات أيضا لم تسلم من الحرب وانهيار التعليم فيها، إذ أصبحت الجامعات منابر لتوجيه الخطابات السياسية وعقد الندوات الخاصة برفع شعارات الجماعة، كما تفعل جماعة الحوثي مؤخرا، إذ أقامت ندوة في جامعة صنعاء تحت مسمى أسبوع الصرخة في وجه المستكبرين. تسرب الطلاب من المدارس إلى المتارس، نزوحهم بسبب الصراع في مناطقهم، انقطاع الرواتب عن المعلمين، وتحول المدارس إلى ثكنات عسكرية وتدمير الكثير منها. ضربات كثيرة يتعرض لها التعليم في اليمن ليسقط منهارا، وهو العكاز الذي كان يجب أن تتكئ عليه البلاد.